شو رح نعمل بأمستردام؟ كل شيء. والفي شيء ما حنعمله. شو نعمل يا خال بأمستردام؟ يا ويلي شو رح تشوفوا يا ويلي؟ الله. جار جوين. يا لطيف. خلي همام بأمستردام يروح ينام. خلي همام بأمستردام يروح ينام. الفاميليا جاية. وقوم يا خال. اللي عنده حدا صغير شو يعمل فيه؟ يفوتوا لجوا. يضبوا. ينيمو. This is the life. And welcome to our life. هذا اللي هذا الرود اللي اخترته لك. I think everybody miss us. لحنا من آخر مرة رجاء silent please. لحنا من آخر مرة شغلنا الفيديو كتير تأخرنا إنه ما شغلنا الفيديو مرة تانية تقريبا من 30 ثانية كنا مطفين التصوير. ليه خشارة عليه؟ أوعى الزيت يسلم لي طاحونتك يا خال. قلوا نكتة أحلى. اللي بقى شو قلت لي؟ عارفة النكتة بس نبلش فيها من البداية؟ أقول لك من البداية، نكتة عم أقول لك في مرة واحد اثنين ثلاثة. هاي البقرة الحلوة؟ طيبة جبتها كيري كيري طيبة كيري. شو حاسس اسمها؟ شكلها اسمها سوزي. يسلم لي سوزي. طيبة كيري كيري. reached the border. هلا هون احنا بالحدود تبع بين لوكسمبورغ وامستردام. شايفين الحدود يا حبايبي؟ ما في حدود هون. ما في حدود. في شيء سوبر ماركت. فرد عنا فرد شكل بالضبط. طبعا ليكو لكن الحدود ما احلى. بتنزل تعمل سوبر ماركت وبتضل لك مكمل. بتقول لها بتقول لها مالي بقرة ما احنا عم نصدقها. بتقول لك بقرة عالجنة. احنا بالطريق على هولندا. مش تجارنا هير بلايبن هير. We are in our way. We're going to Amsterdam, Holland. And we have Aleo. I will show you something. You will be amazed. Look at this. This is the break. We're doing some break. Let's go. حنشوف قبر كلب بس مهتمين في صحابه حاطين له ورد حتى بعد ما ماتوا. توفى بهي كحادث سير حطوا ذكرى له وهذا الذكرى ما عاد شالوها لهاللحظة هاي. شوفوا واحد اثنين ثلاثة هذا هو. هذا هو الوفاء. هذا هو. وهلا وصلنا على أمستردام. السلام عليكم. هذا صديق عمري. كيف في احدهم صاحبي لو سمحتوا؟ شو بدكم معي؟ احضنهم مو كثير. احضنهم بس مو كثير. شرفكم عرفتوا قد ايه بحبوا؟ احضنهم بس مو كثير. هلا جايين رقد دشرنا السياره وجايين بالبسكليت. اخذنا بسكليت ابو ثلاثه مو ابو واحد ولا اثنين ابو ثلاثه. بعد ما فايت انا بقولكم عليه بعدين. علقنا. عم شو ضايق عليك ليش؟ ضيقتها ضيقة خان. هي حلاوتها انها تكون ضيقة. بس بعد ضيق لفرج. والله وضعنا بامستردام واقفين هيك شو عم يشتغلوا؟ احلى شيء واحد يضيع بمكان مو معروف شو هو. وابتدى 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 المشوار. هذا غياس. مرحبا غياس. حبيبي الحمد لله على السلامة. نورت امستردام حبيبي. شو بيقولوا بالهولندي؟ فيلكم. هاي شو هاي معلبات ولا شو هاي؟ قلت لكم بدي لكم كثير قصص على غياب. لو بدك تعمل اعلان هلا لهولندا للسياحة شو بتقول؟ أصعب سواقة بالعالم بأمستردام. عدد السكان شي 16,000 نسمة. البسكليتات 45 مليون بسكليت. هاي البسكليتات بقول عنها أول مرة بيجي لها اتعقدت بالبسكليتات بعدين عرفت اللعبة خلص بتعرف بقى شو طريقتهم. ايه والله الواحد عنده 5000 بسكليت. ايه والله بنسبة كل واحد عنده ثلاث بسكليتات. لك حشخ تحتي ويلي انا على الريحة يا ويلي انا شو راح يصير يا ويلي. تذكروا يا جماعة وكنا عم نسبق شنباته للخال. شو؟ شو يا علقة؟
الصباح. مين خال؟ لا انا قصدك نلعب البسكليت. لا لا يلا تفضل. ويلكم تو امستردام. ويلي انا بس خليني اوصل على الحمام وجاي لكم. اخر مره اجتمعنا لما كنا باغنيه ورد البستان. مزبوط 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 والله مزبوط كثير. بنفس المنظر هيك كنا وعم نمشي نحن. لو شفتوا رجعتوا شفتوا الكليب مره ثانيه. ورد البستان بجمل ما كان، جوا عيوني بغمرها كل الايام. خطفتني نسمات عطره وكان اللي كان سرقتني كله وشو بدي كمان. ورد بستان بجمل ما كان، جوا عيوني بغمرها كل الايام. خطفتني نسمات عطره وكان اللي كان سرقتني من الدنيا كله وشو بدي كمان. قولي 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 شو بدك. قولي 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 وقلبي قلبي قلبي ناطر على نار. نرجع نعيد المقطع نفس الغنية. واحد اثنين ثلاثة. طب قولي 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 شو بدك. قولي 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 وقلبي قلبي قلبي ناطر على نار. بس هلا للاسف احنا ما لنا باليونان. احنا وين يا امستردام؟ مرحبا يا مدام. لك اهلا وسهلين بهالقمي وبهالعين. لك يقوشني انا فابيو جو ليتس جو. جوعان صراحة الا صوصو صوصو صوصو. بس هذا بنرجع مره ثانيه بنسمع عنكم. عصفور فرحه يصوصو، قطه تلعب تنونو، غني وفرفش وصحصح، يلا نعيش الحياه، تفرح افرح هنفرح، ترقص ارقص هنرقص، تسمع اسمع هنسمع، يلا نعيش الحياه، عصفور فرحه يصوصو، قطه تلعب لعبتنا غني وفرفش صح صح. هاي الغنية الجديدة. ما بخبركم أنا، ما بخبركم شو عم بيصير معنا. ايه عمل لك ما بدي ما بدي. لك انت ما فهمت. انا والله عملت ما قلت لي. شباب شو عم بيصير معكم شباب؟ بترجع من ورا بترجع من شباب. شو عم تاكل؟ عم باكل شيء صراحة شيء مخيف. ما بعرف شو بيقول. شو يا خال؟ بيفلش فالش سريع. اسم المحل شو؟ اسم المحل ذكرني. شو اسمه بيهاز؟ تينيس. شو اسمه؟ شلل نصفي. يا لطيف مضبوط. هذا هو شلل نصف الأول تبعي، الثاني تبعون. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وهلا بورجيكم شلون ناكل. تتذكروا لما أنا ورجيتكم هذاك المطعم شلون ناكل فيه؟ لا ويلي. شوفوا قديش طيبة. فابيو جو. فابيو جو. ليتس جو. مو بس المطعم حلو، حتى مطبخه حلو. هيك شو نضيف شو حلو. وين لا انا مشغول شوي، عم بلعب شوية موسيقى. Je pense que c'est très bien goût. J'espère que ce soir c'est supplémentaire. Et je pense que c'est agréable. Il y a beaucoup de les magasins qui achetaient de vendre beaucoup de bâtiments. Where we are now? Come on. Now l'ahna bil. اسمه some place. هذا الشارع العظيم اللي موجود هون من شمال اليمين. Let's do it. مرحبا شباب. شبكم هيك مبلمين؟ كمان جايز واتس رونج؟
What? Mama mia. Yeah? Let me tell you about Mr. Bennett. Yep, tell me please. Do you have all the nice things in the world? You got a job, and you got a car. What? And you say, I don't need you. Welcome to Amsterdam, baby. انت بتعرف شو عم بيصير؟ ابدا نفسي اعرف شو عم بيصير. طب انت من نفسك تعرف الصندوق؟ بلا بلا مو نفسك تعرف عن المفتاح تبع الصندوق؟ كمان بلا معناته هو معنى بالخط الى فك البزر. الحمار بتعرفه احسن من حصار ما تعرفوش. يا ترى شو عم تصابون؟ شو ما هذا الاصابات بدنا شباب؟ على شو عم تطلعوا؟ معلش اسف 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 ما في شيء لا ما في شيء لا سيم بليس شو رأيك بي أمستردام؟ إشارة خضراء طاعة إيش اللي بيديش؟ طب يا أستاذ السامة استنى لأصحى من مبارح لألك شو أمستردام خلصت؟ يا إلي؟ حتى لسه مستمرة ليش خلصت؟ يا خال أنتوا لسه مفكرين مخلص الموضوع؟ هلأ بتدري لا مطرح ما جينا مطرح ما رحنا وقربت تنتهي رحلتنا يا لطيف هذا بده اونلاين هذا يعني انتوا شفتوا شو صار بس لسه جايات اكثر